شاعت في الآونة الأخيرة وبكثرة ظاهرة انتشار شرب مواد التدخين بأنواعها المداعة والشيشة والإلكترونية بين أوساط العديد من الشباب والشابات وفي مختلف الأماكن في المنازل وفي المنتزهات. هذه الأيام كثيرة الشباب والبنات يشربون المعسل والدخان على الشيش، يعني حق الدخان هذا اللي يدهلون المعسل يشربوا، والفحم كثير يعني في بنات والشباب والشابات وكل شيء. بالأيام كثير الموال على الشيش الإلكترونيات والمدخنين المعسل والفحم، يعني شباب نسوان بنات يعني جهال صغار. توجهنا إلى العديد منهم لكن الأغلب يرفض التحدث إلينا خوفا من الأهل والمجتمع، مما أوضح لنا أن العديد منهم قد يقومون بهذا العمل خفية عن أهاليهم. وضع صعب ألجأ العديد من الشباب إلى هذه المواد السمية بغية الوصول إلى الكيف كما يسمونه ونسيان الهموم والمشاكل. بالنسبة للظاهرة استخدام ما يسمى بالشيشة الإلكترونية فهي أعتقد أنها ظاهرة سيئة جدا، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشباب بشكل كبير، وأعتقد أن الأكثر خطورة أنها بدأت تنتشر بين الفتيات، وأعتقد أن هذه تسيء حتى للمجتمع اليمني. مأسف جدا على الشباب والشابات خلال الفترة الأخيرة أنهم يمارسون عادات سيئة مثل التدخين، مثل يعني سواء كانت سيجارة أو شيشة أو هذا اللي هن الشيشة الإلكترونية، وتأسف أنه لا تجاوز عمر 15 أو 10 سنوات ويمارس هذه الأشياء السيئة، بينما في السن هذا يجب أن يكون من قدوة الشباب أن يلتزموا بدراساتهم، يلتزموا بصلاتهم، يلتزموا بتأهيل نفسهم، لأنهم هم الجيل القادم. فللأسف حتى في خطأ أن الأسرة والأهل أو الأب أو رب المنزل لا يتابع، سواء كان ذكار أو أناث لا يتابعوا أبنائهم، ولهذا الأسباب بيبنى جيل فاسد، ومن بعدها الأجيال تتعود، حتى الأطفال بيكون متعودين على هذا الحاجات مثل الشيشة والتدخين. وفي ظل الانتشار الواسع لمحلات بيع هذه المواد السمية بسبب الإقبال الكبير عليها بين أوساط الشباب والفتيات وحتى الأطفال والذين لا يدركون بعد خطورتها عليهم والتي قد تسبب الإدمان المستمر لشربها، ناهيك عن الأضرار الوخيمة على الجهاز التنفسي والصدر، ولا بد من إيجاد حلول مجتمعية وتكاتف الجميع للحد منها.